السلام عليكم، معاكم اسماء ابراهيم. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. النهارده هنعمل طريقه الفطيره الشرقي زي المحلات بالظبط واحلى كمان. وتابعوني برضو لاخر الفيديو، هقول لكم تكاد حلوه قوي تطلعها زي بتاعه المحلات. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا اعجاب للفيديو. الفطيره مورقه جدا، ولفه الجلاش الواحده تقدري تعملي منها فطيرتين. يلا بينا على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة هعملها، هجيب الصينية بتاعتي اللي انا هعمل فيها الفطيرة، هدهنها زيت. الفطيرة دي تعتمد على التوريق الكويس. حطيت ورق زي ما انتوا شايفين وحطيت زيت، وطبعا لو عندك جلاش متكسر اوعي ترميه، حطيه في النص مش هيبان خالص. لما نحط اللبن والبيض بتبقى يعني حتة واحدة ومش بتبان خالص اللي فيها متقطع. هنا انا كنت مع الصاجة لحمة عندي، حطيت يعني حوالي 4-5 معالق. طريقة تعصيج اللحمة سهلة جدا، هي بصل واللحمة والمادة الدهنية بتاعتك، وتبدأي تعصجيهم على النار. هنا حطيت اللحمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وفي كل رق احط زيت وبدأت اقفل كده. طبعا احنا بنحبها رفيعة جدا، ما مش تبقى حلوة تخينة. قفلي كده الورق على بعضه وحطي ورقة من النص، وبعد كده قلبتها عشان تبقى الطبقة اللي فوق هي اللي ناعمة عشان اقدر احط عليها المكونات الفطيرة بتاعتي. هنا كان عندي طماطم كرزية بتبقى مسكرة جدا، حطيتها قطعتها مكعبات زي ما انتوا شايفين، وحطيت فلفل بارد وحطيت زيتون وحطيت جبنة رومي. طبعا اي حاجة عندك في التلاجة ممكن تحطيها من نوع خضار. هنا حطيت جبنة اسطنبولي، وبعد كده زي ما انتوا شايفين بعد كده حطيت جبنة قريش. الجبنة القريش بتديها طعم هايل جدا، وكمان بتمسك المكونات بتاعتي. وفي الاخر حطيت بضاية، بضاية نية، تحطيها كده زي ما انتوا شايفين وتقلبي المكونات اللي انت حطيتيها على وش الفطيرة بيها، وتبدأي تفردي من تاني. البضاية هنا هتكون عامل الربط معايا، هتشوفوا في اخر الفيديو، هتدي شكل رهيب جدا للفطيرة. وهنا سقيت لبن، حوالي نص كوباية لبن كبيرة. زي ما انتوا عارفين عني انا مش بحب البيض في الجلاش. ودخلت على درجة حرارة 180، درجة الحرارة المعتادة بتاعتي اللي بحب اشغل عليها الفرن بتاعي. وقعدت حوالي يعني قعدت حوالي 20 دقيقة، وبعد كده شغلت لها الشواية حوالي نص دقيقة بالظبط او اقل كمان 20 ثانية، هي بتاخد الاحمرار على طول. وبس، وتبدأي تقطعيها طبعا على 4 على 8 على عدد افراد اسرتك. لو حابه تقطعيها مربعات بتبقى برضو حلوه، برضو زي اللي بره بالظبط. وطبعا تقدري تقدميها مع بطاطس محمره او طحينه او سلطه، اي حاجه طبعا تمشي معاها. وبس، وهي دي وصفه النهارده. لو عجبتكم جربوها، وبالف هنا وشفا. وما تنسوش لايك وشير واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك اي جديد بينزل معانا.